مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم دائما تكونوا كتشاهدوا فيديوهاتنا وانتم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. فيديو ديال اليوم متميز ورائع نظرا للموقع ديال هذا العقار والمساحة اللي مطلوبة ومطلوبة بزاف والمساحة اللي مفقودة صراحة. كثير من الإخوة والأخوات اللي كيتصلوا بنا وكيسألونا على بحال هذه المساحة هذه، ولكن جبنا لكم هذه المساحة هذه المتميزة. والله العظيم كنا فرحانين كنصوروا هذا الفيديو لأن كثير من الإخوة والأخوات اللي كيتواصلوا معنا وكيتصلوا بنا كيطلبون على هذه المساحة وما كنلقاوهاش صراحة، كيبقى فينا الحال. ولكن اليوم ملي تواصلوا مع الناس فرحنا اننا نجيب لكم هذه المساحه هذه المتميزه والرائعه اللي كتواجد في مدينه تماره. شقه متميزه ورائعه، المساحه ديالها 71 متر، كتواجد في الطابق الثالث مع وجود المصعد بطبيعه الحال والكراج ديال السياره. غادي ان شاء الله جميع التفاصيل نشاركوها معكم في هذا العقار، وجميع التفاصيل اللي غتبغيو تعرفوا على هذا العقار غادي تلقاوها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا المتميز والرائع. هذا هو المدخل الرئيسي خوتنا وحبابنا ديال هاد الشقه هذه. على اليمين ديالنا كنلقاو هاد الصالون، هذا شقه اللي رائعه ومتميزه وان شاء الله الثمن غادي يكون في المتناول. هذا هو الصالون ديالنا كيفما كتشاهدوا معنا، مساحه اللي محترمه، مساحه اللي ممتازه، والموقع راه استراتيجي شارع طارق بن زياد، طريق الفوارات. الناس اللي كيعرفوا طريق الفوارات ما كيعرفوهاش بشارع طارق بن زياد، راه طريق الفوارات المؤديه للميلانو والمؤديه للقروش. هذا هو الصالون ديالنا كيفما كتشاهدوا معنا، وهذا هو المدخل الرئيسي. جات بجوج ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ. المطبخ راه عندنا فيه البالكو ديالو. شقه اللي زويونه، شقه اللي نقيه، وكيف ما لاحظتوا معنا الصالون راه بوحدو ولي شومبر بوحدهم، وهذه ميزه بطبيعه الحال. غادي نشاركوا معكم ان شاء الله جميع التفاصيل. هذا هو المطبخ ديالنا، شوفوا معنا المطبخ ما شاء الله المساحه ديالو، المساحه ديال الشقه ديال 71 متر في هذا المطبخ هذا اللي ما شاء الله اللي كبير، ما شاء الله مطبخ اللي ممتاز. المساحه ديال 71 متر وكنلقاو فيها بحال هذا المطبخ راه نادره صراحه. كاين بعض المساحات اللي كيكون فيها 100 متر وما كنلقاوش فيها بحال هذا المطبخ هذا. ها انتم اخوتنا وحبابنا، المطبخ راه جا مجهز بطبيعه الحال، لي بلاكار فوق لي بلاكار تحت، الفران فورنو، وهذا الشيء ها هو البيونتري ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا. راه عندنا لاستراتيجي ديال شوفوا عندنا هنا، وعندنا البلاصه ديال الماكينه ديال الصابون على برا. شقه اللي زويونه وشقه اللي ممتازه ومهويه ومضويه، والموقع ديالها استراتيجي، والثمن ديالها، الثمن ديال هذه الشقه هذه باش ما نطولش عليكم راه عارفكم كنتظروا الثمن، الثمن ديال هذه الشقه هذه للمساحه ديالها 71 متر، الثمن ديالها 60 مليون وقابله للتفاوض. 60 مليون ديال هذه الشقه هذه وقابله للتفاوض اللي كتواجد في قلب مدينه تماره، كنعتقد انه الثمن راه مناسب ومناسب جدا. هذا هي الغرفه الاولى ديالنا وكيف ما كتشاهدوا معنا. شوف البلاكار ديالها كيف ما كتشوف، البلاكار ديال المساحه ديالو محترمه كبيره، مهويه الدار، لونطيب بارابول في جميع الغرف. هنا راه في هاد الشقه هادي راه ممكن ما تعلقوا لا بارابول لا والو، راه كلشي دايز، يعني ما تحفروا ما تدوزوا لا خيوط لا حتى حاجه، كلشي الامور دايزه. وهذه غرفه النوم الثانيه. الغرف راه المساحه ديالها مخيره ممتازه، الفصاله ديال الشقه كامله، الفصاله ديالها زويونه. وها انتم اخوتنا وحبابنا راه لي بلاكار كاينين في الغرف بجوجهم، الصالون كيف ما شفتوا راه ممتاز. نتمنى ان هذا العقار هذا ينال اعجابكم، والله العظيم حنا فرحانين كنصوروا هذا الفيديو هذا. عندي هذه الشقه هذه في الطابق الثالث، وعندي شقه اخرى في الطابق الرابع في نفس المساحه ونفس الفصاله، بجوجهم الثمن ديالهم 60 مليون وقابل للتفاوض. هذه الطوال تاع عزكم الله اخوتنا وحبابنا. وهذا الحمام الرئيسي، شقة غزالة مهوية فروجية زويونة، والمساحة ديالها متوسطة بالنسبة للناس العائلات المتوسطة، ممتازة لكم. والموقع راه استراتيجي، موقع شارع طارق بن زياد، راه قريبة للمرافق كاملة اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو، قريب من المواصلات بطبيعة الحال، مؤدي لمدينة الرباط، قريب من المدارس العمومية والمدارس الخصوصية، قريب من جميع الأمور اللي يمكن الإنسان يحتاجها، وأهم حاجة قريب من المواصلات بطبيعة الحال. وراه تما شارع طارق بن زياد راه معروف أنه وسط مدينة تمارة، وبطبيعة الحال قريب من مدينة الرباط ما كيبعدش إلا واحد 10 حتى 5 ديال الدقائق على مدينة الرباط. هذا هو العقار ديال اليوم اللي حبينا أننا نشاركوه معكم. كيف ما قلنا المساحة ديالو 71 متر، كيتواجد في الطابق الثالث، وباقا عندنا شقة أخرى إن شاء الله إلا كتب الله سبحانه وتعالى نشاركوها معكم حتى هي، راه نفس المساحة ونفس الفصالة. بالنسبة للثمن 60 مليون وقابل للتفاوض، 60 مليون وقابل للتفاوض إن شاء الله. ما عليكم إلا تواصلوا معنا إلا عجبكم بطبيعة الحال هذا العقار. نحن راه الإشارة، أي حاجة حبيتوها، أي معلومة بغيتوا تعرفوها
على هذا المنتوج هذا، اتصلوا بنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، وحنا ان شاء الله نجيبكم حتى لهذا المنتوج هذا الجميل والمتميز. حفظكم الله، ربي ييسر اموركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. خوتنا احبابنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.